اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو مسلم، تاريخ كبير وتاريخ حافل مع كره القدم المصريه وايضا الاوروبيه. والله اسلام، زي ما انت بتقول انت وحشني طبعا، وبسلم عليك كل جماهير النادي الاهلي طبعا. بقى لي فتره بمنصب يعني في الشغل وكده مع كابتن ربيع ياسين، كانت الفتره فاتت بتروجيت هنتكلم عن النقطه دي. فبقى لي فتره ما بظهرش طبعا، اول لما انت قلت لي انت طبعا اخ شرف عزيز لينا طبعا حبيبي. وشرف لي الموجود النهارده مع النادي الاهلي. اكيد يا اسلام زي ما انت قلت، النادي الاهلي او المحطات كلها في حياتك كلها تبقى صعبه جدا من الخبرات والحاجات كلها اللي بتتاقلم لما تطلع في منظومه النادي الاهلي وانت صغير عندك 8 سنوات وتشوف الحلم بتاعك عامل ازاي، وتطلع بره تاني في سن 12 سنه وتقدر تكمل الحلم بتاعك، في لعيبه بتقدر تمارسه وفي لعيبه بتقدر ترجع تاني. مظبوط. لما تروح مزارع دينا وانت عندك 17 سنه وتقدر تكمل وتلعب منتخب الشباب وانت من طريق مزارع دينا وترجع النادي الاهلي في الحلم اللي انت كنت عايزه، كانت يعني حدث كبير جدا بالنسبه لي ليا، وبالذات كان السن ده او الفتره دي الاهم في حياتي اللي انا رجعت النادي الاهلي. وانا كان الزمايل بتاعتي، كانت عارف الفتره دي ساعتها اسلام كان في كاس العالم بتاع الدكتور محمد علي، كان مواليد 80. فمواليد 80 الله يرحمه طبعا، مواليد 80، فكان النادي الاهلي كان السن دوت اتلغى، فاحنا رحنا نادي النيل وبعد كده رحت مزارع دينا. فلما رجعت كان في زمايل اللي كانوا موجودين، انا مضيت فريق اول عاد فريق اول وناس تانية كانت لسه موجوده زمايل. أيوه. فانت خلي بالك المحطات دي كلها في حياتك بتوريك اللي انت ممكن تبقى زعلان جدا وانت ماشي، بس الله. لما انت مصمم وترجع تاني في حياتك ربنا كاتب لك الاحسن. وبالذات بقى كمان يعني كان الفتره دي كانت معايا، كنت بلعب في مزارع دينا كابتن احمد رفعت طبعا الله يرحمه. كان هو كان بيحبني جدا واداني الفرصه وانا عندي 17 سنه ان العب، ولعبت منتخب شباب، لعبت كل حاجه. فكان عايز ميوله، كان عايز يودينا الزمالك، يعني هو كان عايز يودينا الزمالك واتكلم معاه طبعا كتير. كابتن احمد رفعت نادي عايز الزمالك يتكلم طبعا. معاه كتير، فقلت له انا اصلا يعني انا اهلي اهلاويه واخويا قبل اي حاجه، وانا كنت بلعب في النادي الاهلي. فلما جالي طبعا الله يرحمه طبعا كابتن صفوت عبد الحليم، هو اللي كنا بنلعب كاس الامم الافريقيه في الاسيوبيا، ما قال لي طبعا النادي الاهلي، قلت له ده انا من غير اي حاجه، ده انا يلا جري من غير اي حاجه. أيوة. طبعا طبعا أيوة. فشرف الواحد بيتمنى طبعا الموجود في النادي الاهلي وانتمائه للنادي الاهلي طبعا. تمام. يعني زي ما قلت لك مشوار طويل فتره وجودك في النادي الاهلي، اعتقد ان مباراه ريال مدريد هي الاهم بالنسبه لك، يعني رغم انها مباراه وديه ولكن الاهم من الناحيه المعنويه. يعني هي خلي بالك الفتره دي كانت السن بتاعنا او العمار بتاعتنا، كان النادي الاهلي بيغير جيل، كان بيعمل غير صغير شويه في السن، كان حسام غالي وانا ومحمد شوقي ورضا شحاته ابو مجد مصطفى، جيل كبير يعني. كان في ما كان معانا ناس كبيره اسلام زمان شايف كانوا قليلين، يعني كان هادي خشبه طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب، هادي خشبه، وليد صلاح الدين، عصام الحضري، محمد كانوا فاروق، كانوا لسه صغيرين برضه، كان لسه صغيرين بس يعني. فهي دي كلها احنا الماتش طبعا حدث، وكان اهم لينا ان احنا كنا لسه اول ماتش نلبس فانيله النادي الاهلي. يعني كان احنا كنا مضينا وقعدنا مع النادي الاهلي، بس كلنا احنا رحنا لعبنا كاس العالم في الارجنتين، فما لعبناش ما مثلناش النادي الاهلي. كاس العالم اللي هي ثالث العالم، ثالث العالم. انا مثلا لعبت ماتش كان مع النادي الاهلي قبليه، كان اتحاد جده اللي هو مهرجان اللي هو، ومشيت على طول. ولما جينا كان المباراه اللي هي الاهم اللي هي كانت ريال مدريد اللي احنا نقدر نشتغل مع النادي الاهلي. يعني فهي بالنسبه لك مباراه مصر كلها عرفت احمد ابو مسلم من خلالها. طبعا هو التعارف، انت كان كاس العالم كان الناس شايفينك اللي انت مضيت النادي الاهلي خلاص موجود، بس التعارف اللي انت تلبس الفانيلا وتلعب على الخط جنب جماهير النادي الاهلي كان اول حاجه ريال مدريد. كانت اول حاجه، وتخيل بقى اول حاجه ريال مدريد. واللعيبه بقى زيدان على ديفيد على مجموعه كبيره جدا من زيدان، ميكاليلي، روبرتو كاروس، الناس دي كلها، كان حاجه، كانت فرقه كبيره جدا. كانت فرقه طبعا. كانت المباراه دي كانت عامله ازاي بالنسبه لكم؟ الاجواء طبعا كان حلم بالنسبه لنا اللي انت بتلعب اللي الناس بتتفرج عليها في التلفزيون، بس انت موجود في النادي الاهلي نادي القرن وكل حاجه، بس الاعمار اللي كانت موجوده في الملعب كنا صغيرين يعني. انت مع ذلك قدرت تكسب طبعا، انت عندك اصرار. بص يا اسلام، طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي او تربيت في النادي الاهلي او ابناء النادي الاهلي، انت مطالب بالمكسب على طول والتتويج. فدي حاجه حتى الاجيال اللي بعد كده واللي بعديها هتبقى نفس الكلام. دي حاجه غريزه موجوده في لعيبه النادي الاهلي او متربيين في ناشئين النادي الاهلي بنفس الاسلوب دوت. فطبعا احنا احترمنا ريال مدريد، بس انت طبعا بتلعب على ملعبك، الملعب كان مقفول، مناسبه كبيره نادي القرن، فلازم انت كان عندك احساس ودافع ان انت لازم تروح الناس دي مبسوطين، حتى لو نادي القرن ريال مدريد نادي كبير وكل حاجه بطل اوروبا، بس انت بتتكلم اللي انت النادي الاهلي الجماهير دي كلها لما ترجع مبسوطه اختلاف تاني، يعني اختلاف في الحياه كلها. فاحنا كان عندنا مسؤوليه لازم الجماهير دي نطلعها مبسوطين. مانويل جوزيه قال لكم ايه في الماتش ده؟ مانويل جوزيه صراحه كان اماكن كان قال لنا لا انتوا هتلعبوا نادي اوروبا وكل حاجه، يعني بطل اوروبا وكل حاجه، بس انت طبعا انت لعيب نادي القرن الافريقي، انت نادي كبير، العب بالشغل بتاعك ما تخافش. هو كان خايف شويه او يعني قلق شويه من اللي انت عنصر اللعيبه اللي موجوده او الاعمار اللي موجوده كانت صغيره. يعني مثلا كنت انا صغير 19 سنه، حسام غالي كان 19 سنه، عادل مصطفى لما نزل كان صغير، في ناس كتير كانت صغيره، شيتوس وابو المجد، مصطفى نزل بعد ربع ساعه، فالاعمار كلها كانت صغيره. الكبار اللي كان في الملعب كان يعتبر الحضري
وخالد بيبو يعني كانوا ثلاثة، ثلاثة وائل جمعة، علاء ابراهيم. وائل جمعة وعلاء ابراهيم، يعني هم دول اللي كانوا موجودين في الفرقة كلها. فهو بس كان يعني متخوف، اللي احنا طبعا الانتخاب يعني 17 سنة، 18 سنة المسؤولية، بتلعب قدام مثلا روبرتو كارلوس ولا فيجو ولا اللي كان بيلعب قدامك الناحية التانية. انا جيريمي الباك ليفت بتاع كاميرون. بس انت خلي بالك انا في ترقيصة حلوة على الرقصة، رقصت له واحدة حلوة انت، انا فاكر اللعبة دي. ولكن يعني ما خفتش او ما قلقتش او اي حاجة اثناء هذه المباراة؟ هي طبعا اكيد طبعا، انت خلي بالك اللي انت ما بتلعب قدام، انت طبعا اسلام عارف ان انت بتلعب قدام ناحيه اليمين او ناحيه الشمال على الاطراف، فانت ناحيه الجماهير، فانت كل حاجه انت كل حاجه بتخش في ودانك طبعا على طول. مش زي دلوقتي، خلي بالك دلوقتي الدنيا مختلفه، انت ممكن تلعب 3 سنين ما فيش حاجه. دلوقتي بتلعب الجماهير كلها يعني بتسمع الصوت لما ترقص واحد وبتسمع الاه دي بتديك اللي انت باور 1000%. فاحنا كنا بنشتغل مثلا، اول انا كنت متعمد اول كره تجي لازم عايز اعدي بيها، عشان لو عديت بيها الدنيا هتاخد ثقه في نفسك، وهتقدر الراجل قدامك برضك هيقلق شويه منك. فانا اول كره جت لي حتى جيريمي دوت عديت منه بشكل كويس، اللي هي كوبرا عديت منه بشكل كويس. بعد كده بقى استريحت، لميت الجماهير هيصت، فقلت بقى الدنيا لا خلاص، الموضوع ثقه جت، خلاص ثقه جت لك، وانت عايز تعمل حتى الكره اللي بعديها دخلنا لجوه ورقصت، الدنيا اختلفت. جمهور الاهلي مختلف بصراحه، الجمهور الاهلي حاجه تانية خالص. انا انا طبعا كل حاجه بص اسلام متوفره دلوقتي الا العنصر الجماهير، يعني انت فاهم انت دلوقتي الدنيا مختلفه. اتمنى يا رب ان احنا نشوف ان شاء الله، نتمنى وترجع تاني، عشان جماهير النادي الاهلي دي المتعه ودي الحياه وده الدافع ليك، يعني ده اللعيب رقم واحد في النادي الاهلي. الجماهير دي يعني كل حاجه موجوده الا الجماهير، اللي هي المتعه كلها في كره القدم موجوده. فحتى الكره للجماهير، يعني هي الكره للجماهير. فالجماهير دي طبعا بتشيلك في وقت كبير جدا، وهي صاحبه الفضل على الناس كلها وعلى اللعيبه كلها الموجوده. ايوه. خلينا بقى نروح لمنطقه اخرى، وقبل بس ما اتكلم عن مشوارك وحياتك خلال الفتره اللي فاتت، لكن انت دلوقتي موجود مساعد مدرب مع كابتن ربيع ياسين، مظبوط؟ شايف الوضع زي انت بتروجيت واحد من الفرق اللي اثبتت نفسها خلال فتره طويله جدا في الدوري العام المصري، ولكن بقى لنا سنتين هم ما بنشوفش بتروجيت في الدوري العام الدرجه الاولى، يعني اللعب في الدوري درجه ثانيه، وجود نجم كبير واسم كبير ورمز الحقيقه كبير كابتن ربيع ياسين، اعتقد حاجه مهمه جدا. بص يا اسلام، زي ما انت قلت كابتن ربيع ياسين طبعا نجم كبير، والواحد بيتعلم منه كلاعب. انا هو كان مثل الاعلى وانا لعيب كوره، كنت بحبه جدا، والحمد لله انا اشتغلت معاه في التدريب. احنا لسه ماسكين يعني كابتن ربيع، خلي بالك المسؤوليه بتروجيت لسه ماسكها السنه اللي فاتت، يعني مسكنا اواخر السنه، بعد 16 ماتش، يعني يعتبر نقول الدوري يعني يعتبر نصه كان خلص، يعني انت فاهم ازاي. كابتن ربيع اشتغل واحنا بنشتغل معاه، وكابتن ربيع مجتهد جدا وبيشتغل في كل حاجه، يعني من اكتر الناس اللي بتتعب في الملعب وبره الملعب. وصلنا لقبل نهائي في كاس مصر، احنا قبل نهائي دلوقتي، وما كانتش حصلت في بتروجيت او في تاريخ بتروجيت حتى، هم في الدوري ممتاز ما وصلوش قبل نهائي كاس مصر. والسنه لو الاهلي لو وصل قبل النهائي هيلاعب بتروجيت، تمام كده. نعم. فكابتن ربيع وصلنا مع بتروجيت وفي اللقاءات كلها، والدور الثاني اكتر فرقه واخده اعداد بنط الدور الثاني كانت بتروجيت. احنا حتى كسبنا الاول اللي هو كان بورتو السخنه طبعا كان موجود، وكسبنا الداخليه، وكسبنا الفرقه اللي بتنافس كلها، وكسبت منتخب ترسانه باركو. لا احنا كنا مجموعه القاهره. فانت كسبت كل الناس اللي هم الابطال، فانت وسعت الطريق لكوكاكولا. يعني احنا لو احنا جايين مثلا الماتش اللي احنا جايين بدري ثلاث يعني اربع ماتش او خمس ماتش، فرق معانا ستة بونت، احنا خامس او خمس خامس الدوري. يعني احنا كنا واخدين، يعني كابتن ربيع كان واخد الفرقه الثالث من تحت، الثالث من تحت. يعني الثالث من تحت دي، ده انت عايز معجزه لما توصل بالمستوى اللي انت توصل قبل نهائي كاس مصر باللعيبه انت ما اخترتهاش وما كنتش انت اللي واخدها من اول السنه، وتوصل تفنش خامس، ده حاجه انجاز كبير طبعا. ولسه ان شاء الله السنه دي ربنا يسهل، ربنا يكرم ان شاء الله. استعدوا ازاي بقى للدور قبل النهائي لكاس مصر في ظل خلاص اتحددت الادوار، واعتقد انتوا بقى لكم فتره طويله واقفين، كنتوا يعني واقفين؟ لا ما فيش، احنا كنا احنا شغالين كل يوم شغالين كل يوم. خلي بالك انت كاس مصر برضك اسلام في مشكله، انت مش عارف هيتحدد امتى، لسه متحدد نيمتي يومين بالظبط. انت ما كنتش عارف، انت ممكن تلعب جديده، كنت ممكن تلعب، عارف تلعب بكره، ممكن تلعب بعد اسبوع، ممكن تلعب بعد 10 ايام، بالذات انت عندك الاحداث اللي موجوده على الساحه فيها طبعا احنا مشفقين، فيها ارتباطات كبيره جدا، فيها انديه الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هيشارك في افريقيا مصر. عندك منتخب مصر هيشارك ازاي، فكانت الدنيا مشكله كبيره جدا، التواريخ كانت مشكله جدا. فدلوقتي احنا مشغلين كل يوم، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. المباريات اللي زي اللي يعني انت بتلعب في دوري الدرجه الثانيه ووصلت قبل نهائي كاس مصر، بتدي للاعيبه دفع ازاي؟ لان انت في الغالب يعني لو الاهلي في الاهلي هيلعب في دور ال 16، لو كسب هيلعب في دور 8، لو كسب هيلعب بتروجيت في الدور قبل النهائي، تدي دوافع ازاي للعيبه في الوقت ده؟
والله اسلام زي ما انت قلت كابتن ربيع عنده من الخبرات من الحاجات دي اه كلها بشكل كبير جدا. كابتن ربيع واخد بطولات افريقيا مع منتخب السن اللي هو بتاع الشباب والناشئين، فعنده من الخبرات وخبرته الدوليه والانديه اللي كان ماسك فيها، فهو عنده الدوافع بيقدر يشتغل كويس جدا، بيقدر يشتغل على الشخصيه وتحمل المسؤوليه بشكل كبير، ايوه فدي كلها خبرات عنده بيقدر بيوصلها للعيبه بابسط شكل موجود. والحمد لله احنا ماشيين بخطى مستقيمه وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله. ربنا يكرمكم ان شاء الله يا ابو مسلم في الدوري الدرجه الثانيه، وتشوف بتروجيت يعود مره اخرى الدوري العام المصري، لان بتروجيت الحقيقه طول عمره دايما من ساعه ما طلع للدوري العام الممتاز يعني في الدرجه الاولى، بتروجيت له ادوار كبيره جدا في الدوري الممتاز، فنتمنى لكم يا رب كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. النهارده الحقيقه بعد ترقيصات كتير عملها احمد مجاهد، المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري، فوجئنا باسم بتعتقد ان هو جيد ولا لا من وجهة نظرك كارلوس كيروش، اختيار كارلوس كيروش كمدير فني للمنتخب الوطني، هل شايفه جيد ولا لا؟ هو الاختيار جيد، انا شايفين طبعا الراجل السيرز يعني او السي في بتاعه بشكل مميز جدا، بس انا معترض على حاجه واحده، اتفضل. عنصر الوقت، انت عندك عنصر بالظبط الوقت، عندك مشكله، انا ممكن ابدا بالراجل دوت في فتره كانت من بدري قوي اقدر اديله الصلاحيات واديله الشكل ويتفرج على الدوري المصري ويشوف خامه اللعيب المصري ايه والامكانيات اللي تصلح ايه والناس الموجوده بالظبط واختياراتك ايه. تخلي بالك هو لازم يكون عنده قوام اساسي بيقدر يشتغل عليه. مظبوط. فانت دلوقتي جايبه في عنصر وقت، انت عندك توقف مثلا اقل من شهر عشان ماتش ليبيا. ماتش ليبيا 9 و12، الماتشين 9 طيب و12. انت هو يقدر هيشتغل ازاي؟ عارف اللعيبه دي منين؟ هيحقق الاستراتيجيه بالشكل بتاعه ازاي؟ الجهاز المعاون ما يبقاش له دور يا بس، يعني انا معاك كابتن ضياء السيد، كابتن محمد شوقي، كلها اسماء يعني بسم الله ما شاء الله كبيره جدا. حلو قوي حلو قوي. يعني كابتن ضياء عارف كل لعيبه الدوري المصري، شوقي عارف كل لعيبه الدوري المصري، حضري عارف كل لعيبه الدوري المصري. انا معاك مفيش مشكله، بس الشكل هم عارفين طريقه الراجل او الشغل بتاع الراجل هيشتغل ازاي؟ لا هيعرف يلعب 3 3 4 3 2 1 ولا هيشتغل 4 3 3 ولا هيشتغل السيستم بتاعه ايه؟ او لا. هو بيعتمد على ايه؟ احنا لا. كنا بنتكلم مثلا على كوبر، نتكلم عليه كورقه وقلم، الراجل كان ناجح بس كان اداء الممتع بتاعه او الجمالي مش موجود زي كابتن حسن شحاته، بس كوبر كان بيشتغل بحاجه مميزه جدا اللي هو ليه طريقه لعب، ليه هويه، اللي نتكلم عليه ليه ليه شخصيه، شكل في ليه الاخر. شخصيه اللي هو بيعتمد مهما كان نقول مثلا بيعتمد على محمد صلاح من الجنب او تريزيجيه، باسل صلاح او تريزيجيه، بس انت عارف هو ناجح فيها، يعني تريزيجيه بيعدي من الجنب يجيب لك ضربه جزاء، محمد صلاح يقدر يشتغل واحد على واحد ويقدر يجيب الحته دي كلها. أيوة. فاحنا بنتكلم الشكل، انت هتقدر توصل في المرحله دي ايه؟ او انت التارجت بتاعك للفتره دي ايه؟ فانا كنت من وجهه نظري كان لازم مدير فني وطني شايف الدنيا كلها في الوقت ده بالذات. انا اقدر اجيب مثلا عندنا اسماء كبيره وعندنا كوادر كبيره، ليه ما نديش اللعيب المدرب المصري مع احترام الناس الموجوده، الناس اللي عندها خبرات الدوليه، تخلي بالك مش اي مدرب مصري وخلاص، طبعا لازم يكون على الاقل مثلا لعيب دولي عارف يتحط تحت الاجواء دي ازاي، يشتغل ازاي. انت شفت حتى كل الترشيحات او كل الناس كانت بتتكلم على كابتن حسن شحاته طبعا، وده يعني ما ينفعش نتكلم عليه عشان راجل لا كابتن حسن خارج التقييم خالص، بره التقييم مظبوط. انت كنت بتتكلم على كابتن ايهاب جلال، ايهاب جلال وحسام حسن. آه. فالاثنين مدربين كبار، بس هنا بتفرق اساسا زي ما احنا قلنا الخبره الدوليه واللعيب الدولي او اللعيب اللي هو الشخصيه اللي بيقدر يتكلم فيها. كنت شايف المرحله دي انا كنت متعاطف مع حسام، يعني كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن. انا كنت متعاطف، يعني هو المرحله دي اسلام عايز الراجل ده او الشخصيه دي. اوكي. بنتكلم الشخصيه دي اللي هي قويه تقدر تشتغل، هتقدر تقول له مش هعمل متوشه، يقول لك لا هعمل متوشه، هعمل معسكرات، هيبقى ليه يقدر يتكلم. انا كنت بتكلم في الشخصيه دي، الوقت دوت وقت صعب جدا، انت خلي بالك ان جينا نتكلم انت عندك عنصر صعب جدا اسلام موجود دلوقتي، عنصر الاجهاد. اللعيبه كلها خلاك ما خدتش راحه 5 ايام او 10 ايام او 7 ايام ما يعملوش حاجه في لعبه الكوره. بالظبط. فانت عندك لعيبه مجهده وجايه والناس جايه من الاولمبيات، والنادي الاهلي كان بيلعب افريقيا وبيلعب بطولات وكل 3 ايام ماتش، فده كله اجهاد. فانت لما تيجي تتكلم، وده اللي اثر مع كابتن حسام بدري خلي بالك بشكل كبير جدا اللي نتكلم عليه، الراجل اتاثر. هو ما عملش طبعا متوشه وديه، هو كان لازم يسمع على متوشه وديه زي كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي، كنت لازم احط انا اجنده دوليه هلاعب كذا هلاعب كذا هلاعب كذا، عشان بعد كده اللي بيجي يتحاسب اسلام زي ما انت بتشوف خلاص انت اللي بتتقيم، ما يجيش حد يقول لك لا انت احنا ما عندناش متوشه، لا انا هعمل متوشه وانا هشتغل فدي الشخصيه اللي انا اقدر اعمل متوشه، اقدر اشتغل واقدر ابين وجهه نظري، عشان لما تيجي يحصل تقييم في الاخر انت اللي هتقيم، ما حدش هيقيم غيرك. وده اللي حصل مع كابتن حسام، ما هو ده الطبيعي. يعني بنتكلم عليك انت لما تيجي تتكلم، انت بتلعب منتخب مصر اسم كبير ليك جميع الصلاحيات، اشتغل جميع الصلاحيات عشان بعد كده لو حصل اي حاجه انت اول واحد، انت رئيس الجهاز الفني، انت مدير فني منتخب مصر. صح. فما ينفعش حتى
لازم يكون عندي حد يحط لي جدول او يحط لي التارجت بتاعي او البلان بتاع الفتره ديت اللي انا هعمل ماتش يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، اقدر احط يعني اقدر اقول لهم للاتحاد الكوره البرنامج بتاعي هو اتفضل زي ما الناس كلها بتعمل. المنتخب الالماني بيعمل كده، المنتخب الالماني وبلجيكا بيسكنوا المطوشة لمده 6 7 شهور قدام. ما بس دول حافظين عارفين الدنيا عندهم ماشيه ازاي. ما فيش مشكله، ما احنا بنتكلم احنا نتعلم مش هنبقى نوصل للطب، بس انا بتكلم على الاقل يعني تقدر تنظم نفسك يا استاذ شهرين 3 4 شهور قدام مستحيل، لازم هتنزل لازم هتنظم نفسك. لا يعني انت برضو خلينا نتكلم في النقطه دي لان نقطه مهمه جدا. طيب خلينا نطلع فاصل الاول يا مسلم عشان النقطه اللي جايه دي نقطه مهمه جدا. هل لو كان هناك مشروع طويل الامد مع كارلوس كيروش خلال الفترة القادمة بالنسبة لمنتخب مصر، هل ده ممكن يغير رأيك شوية؟ هنسمع إجابة كابتن أبو مسلم ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن أبو مسلم، شايف أو إذا كان هناك مشروع طويل الأمد زي ما قال المهندس أحمد مجاهد في بعض لبعض مصادرنا، يعني قال إن هناك مشروع طويل الأمد ما بين الاتحاد المصري وكارلوس كيروش خلال الفترة القادمة، هل ده وفنجادة طبعا واعتقد ان فنجادة له الدور الابرز في هذا الامر، هل تعتقد ان ده ممكن يغير وجهه نظرك؟ بمعنى انا عايز اكسب ماتشين ليبيا وعايز احقق طموحات الشعب المصري من خلال في امم افريقيا القادمه وفي كاس العرب القادمه، ولكن في نفس الوقت في مشروع طويل الامد. ما ده اللي بنتكلم فيه، او ده الطبيعي اللي هو الناس كلها في اوروبا ماشيه عليه، اللي هو انت تعمل خطه اسمها طويله الاجل. خطه طويله الاجل دي مثلا 4 سنين او 5 سنين اقدر اعد مثلا كذا منتخب اشوف وصل لحد ازاي وهنشتغل نفس الطريقه ونفس الشكل ونفس الفريق الاول بيشتغل عليه. ايوه ده اللي بنتكلم عليه. هو راجل بيشتغل على سيستم معين، عايز كل الاستاف اللي تحته او كل المنتخبات اللي بتشتغل هي نفس الشغل بتاعه. أوكي. عشان لما يستعين باي حد منتخب اولمبي او شباب او اي حاجه بيستعين المنتخب الاول لازم ما يحسش ان هو غريب، يشتغل على نفس الشكل يعني يشتغل نفس الشغل بتاعه ونفس السيستم اللي هو شغال عليه. ايوه بس نتمنى ده اللي بيقولوا لك عليه شغال في يعني مثلا صوره زي ما احنا شفناها معظم العالم كله معظم العالم بلجيكا منتخب بلجيكا مصورينه وهم عندهم 14 سنه و13 سنه لحد لما وصلوا لوكاكو دي شفت الناس صوره عامله ازاي واظهر الناس كلها صوره وهم صغيرين هم كانوا عاملين التارجت دوت او هيحققوا التارجت دوت. فاحنا نتمنى ونتمنى حاجه ثانيه نقطه كمان يا اسلام، الراجل كمل او ما كملش اللي يجي يكمل من وصل مثلا راجل 60% 70% يكمل على نفس الشغل. ده انت شفتها فين هنا دي؟ ما حصلتش. ما انا بقول لك كل المدربين اللي بيجي بيخلص على اللي فاتوا بيبتدي من جديد. دي بقى مشكله كبيره اللي احنا بنبتدي مثلا انا بدات من 50% او 40% المفروض خلاص اكمل وابتدي اشتغل واطور في الحته اللي عندي فانا واقص فيها واشتغل عليها. لا احنا بنهدم تاني السور وبندخل ناس ثانيه جديده وبنطلع ناس بره وبندخل فده كله اللي خسران فيه المنتخب. فاحنا بنتكلم في كده اللي احنا عايزينه هنكمل بالراجل مقتنعين بسياسات الراجل مقتنعين بشغل الراجل نكمل. لو لقينا الموضوع مختلف يبقى احنا من اول الطريق نقدر يعني نقدر ونحط اوبشن في العقود برضك يا اسلام. لازم تخلي بالك بره كره القدم بقت صناعه وبقت سبونسر وبقت ماركت بقت كل حاجه. لازم اجيب مثلا الراجل دوت هشوف هشتغل ازاي واحط شرط في الجزائي في العقد بتاعي لو انا في الفتره معينه ما حققش اللي انا عايزه او التارجت 1 2 3 4 نقدر نطلع الموضوع بسهل جدا زي ما الناس بتشتغل. عشان ما اجيش اقول لك احنا قعدنا مع كوبر ده لك الشرط الجزائي مثلا ما شرط الجزائي بتاعه كبير وشويه يطلع ايه. لا انا لازم اتكلم انا الاقوى، انت جاي مصر بلد كبيره فلازم اشوف احضر حد على قد مستوى الحدث يعني اسم كبير على قد مستوى الحدث اللي نشتغل عليه. طيب انت شايف كارلوس كيروش هينجح مع المنتخب ولا لا؟ من السي في من رؤيتك؟ مش شرط خلي بالك، وخلي بالك في مدربين كبار جدا بتشتغل مع منتخبات ما بتحققش النتيجه اللي هم عايزينها والعكس صحيح زي ما احنا بنشوف. مثلا جينا نتكلم على مثلا مش بنقول منتخبات نقول مثلا انديه، يعني انت مثلا كان مثلا مانويل جوزيه لما جينا ما كانش نفس المستوى اللي كان موجود فيه الفتره اللي بعد كده، انت فاهم ازاي؟ النادي الاهلي هو برضه عمل اسم كبير وحطه على الساحه بشكل كبير جدا، فزي ما بكلمك دي نقطه موجوده، مش شرط ممكن يكون لما انا اجيري ده كان مدرب كبير اسم كبير هنروح بعيد ليه؟ هو اسم كبير وشكل كبير يعني اسم كبير وليه منتخبات كبيره جدا وسيفي قوي جدا. ما حصلش برضك اللي احنا عايزينه او اللي احنا مقتنعين ما حققش التارجت بتاعه. تارديلي لما جه مع منتخب مصر لعيب كبير مدرب كبير ومسك في ايطاليا وحاجه كبيره جدا برضك ما نجحش. فاحنا بنتكلم مش شرط، انا مش شرط اللي انا راجل الدافع او الدوافع اللي عنده هيقدر يحققه لي في الفتره دي ولا لا، ده اللي بنتكلم عليه. هيقدر يتاقلم، هيقدر يعرف الاجواء الافريقيه، هيقدر المساعدين بتوعه اقوياء اللي هم ده برافو عليك. ده السؤال، هل دور بقى كابتن ضياء وكابتن شوقي محمد شوقي وكابتن عصام الحضري اعتقد لهم دور كبير خلال الفتره على الاقل الاولى؟ طبعا كابتن ضياء طبعا بنتكلم واتمرن عليه مدرب كويس جدا اكيد هينقل له الصور الرؤيه بشكل كبير جدا. محمد شوقي طبعا ده اخويا طبعا بتمنى له التوفيق والف مبروك طبعا على المنصب الجديد. شوقي الواحد مقتنع بيه جدا، محمد شوقي
مدرب شاطر، مدرب مجتهد بيقدر يشتغل بشكل كويس جدا، عنده شغله بيحب شغله جدا. فانا شايف شباب برضك كادر قوي من ضمن الكوادر القويه اللي موجوده في مصر. والحضري طبعا الفتره اللي فاتت انا كنت على اتصال بيه كان بيطور نفسه، بياخد دورات كتير في مظبوط في الاتحاد لسه الاسيوي، جاي من دوره في اسيا. فالشغل انا شايف ده حقهم الطبيعي اللي هم موجودين، وده الطبيعي اللي هم موجودين فيه. دلوقتي الكوره بقى تطور، بقت علم، ما بقتش زي مش ممارسه. دلوقتي بقى علم، وعندك انديه كتير او منتخبات كبيره جدا المدير الفني بتاع هنروح مورينيو، ما راجل برضك ما كانش لعيب كبير، انت فاهم ازاي، وما لعبش كوره، هو راجل دارس. فاحنا بنتكلم على دلوقتي بقى التطور والشكل الجديد، او اللي انت تقدر تتاقلم مع العالم او المنتخبات القويه بالعلم. لازم اطور نفسي، لازم اخد دورات، لازم اشتغل. على بمناسبه التطوير والعلم، ان كارلوس كيروش مدرس مساعد او مدرس في جامعه لشبونه في البرتغال وفي نجاده كمان، فاعتقد ان هو وبيدرس لمجموعه كبيره من الطلاب يعني. طبعا خلي بالك فينجادا لما احنا كنا مثلا بنسافر البرتغال مع مستر مانويل جوزيه كان اسمه بروفيسور، هم هناك مسمينه هو معروف. فينجادا خلي بالك، فينجادا مشهور جدا في البرتغال واسم كويس خلي بالك. بس احنا بنتكلم على يعني على 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 الصعيد اللي هو الدولي او المنتخبات. ما مسكش منتخبات قويه يعني، انت فاهم، اوزباكستان، المنتخبات اللي هي اللي هو نتكلم عليه اللي هو الثالث او الصف يعني التغيير، يعني اللي هم المستوى الثالث او الثاني او كلام من، مش منتخبات توب. فاحنا بنتكلم نتمنى طبعا التوفيق او الاختيار يكون صح الفتره ديت، عشان الناس متعطشه والجماهير متعطشه اللي نشوف منتخب مصر ايام الكابتن حسن شحات. ده اللي بنتكلم فيه، اللي هو انت بتشتغل اداء مميز مع نتيجه، ودي معادله صعبه جدا الايام الفتره طبعًا ديت. طبعا فلازم اللي يجي لازم يشتغل بجد، لازم يحقق بجد، يشتغل لصالح مصر الفتره اللي جايه، اللي انا هقدر اعمل جيلي ازاي، هحقق ازاي، عايز انجح. وانا شايف يعني شوقي او الحضري او كابتن ضياء يعني عندهم اللي هم عايزين ينجحوا، فشايف دي ممكن دافع مع الراجل يعني. طيب على الجانب الاخر، هناك اسماء مرشحه لاداره المنتخب، كابتن بركات ولكن اسهمه قلت شويه، لغايه امبارح الحقيقه كانت 50 50، النهارده اقل شويه. كابتن وائل جمعه، كابتن ايهاب لهيطه، كابتن عبد الحليم علي برضو من الاسماء اللي جايه من بعيد يعني. ف شايف مين انت الاقرب من هذه الاسماء اللي يكون مديرا للمنتخب الوطني؟ لا انا شايف مين الاقرب كشغل. ولازم تجيب برضه خلي بالك، لازم تجيب قدر قوي او شخصيه قويه بتقدر تشتغل في وقت معين، بتقدر تجيب اللي المدير الفني طالبه منها يعني. ما تشتغلش بمزاجه يعني، اشتغل اللي هو الراجل عايز يحقق له الوقت دوت، اقدر اجيب اسكن ازاي، اقدر اجيب الشغل ازاي، اقدر اشتغل. بركات الفتره اللي فاتت كان شغال مميز جدا، وكان شغال بشكل هايل، واحنا الواحد من الناس اللي بيحبها يعني. بس لسوء الحظ اللي هي الفتره ديت ما كانتش نوعا ما، او التغيير اللي حصل كان موجود مع كابتن حسام، نتمنى له طبعا التوفيق. نتكلم أنا بس عايز وحضراتكم تتكلموا، دي تويتت موسيماني ابو مسلم واحنا بنتكلم، هو كان موسيماني بيتكلم عن او ليه صوره مع كارلوس كيروش وبيقول عليه البروفيسور كارلوس كيروش قال يور سي في سبيك، يعني السي في بتاعك بيتكلم عنك، you have my full support، يعني انت كل دعم ليك، always a pleasure to be with you، يعني مبسوط ان انا او بيسعدني ان انا اكون معاك، welcome to Egypt، يعني مرحبا بك في مصر. موسيماني وتويته خاصه للبروفيسور كارلوس كيروش، بمناسبه يعني احنا بنتكلم على ان هو استاذ في جامعه لشبونه مع فنجاده، وكلام محترم الحقيقه من بيتسو موسيماني. وخد بالك برضو لما موسيماني بدا التدريب كان كارلوس كيروش اعتقد سنه 2000، لان انا لعبت ماتش في ضد كيروش لما كان ماسك منتخب جنوب افريقيا، وكان الكابتن جوهر الله يرحمه هو اللي ماسك المنتخب. كان لسه بادئ موسيماني التدريب لما كان كارلوس كيروش ماسك الاداره الفنيه للمنتخب جنوب افريقيا. فاعتقد ان الحمد لله يعني، انا شايف ان الامور جيده، وجهه نظر انا، أن يستطيع اتحاد كرة القدم المصري أن يصل لاسم كارلوس كيروش في وقت قياسي في يوم أو في يومين، أعتقد ده شيء جيد. احنا مش مختلفين يا اسلام طبعا. ولكن انت دايما ميال لجهة ان احنا الوقت لا قصير. انا بختلف في الوقت قصير. الوقت قصير خلي بالك، ومطالب الامور زادت صعوبة كمان لما عندك ليبيا كسبت اول امبارح، منتخب ليبيا الشيء امبارح كسب امبارح، كسبت اللي هو كسب 2-1 1-0 بالظبط، كسب 1-0 في اخر ربع نقاط. طبعا فهو متصدر دلوقتي، فدلوقتي هو بيعمل عليك ضغط، فانت لازم تجيب حد دلوقتي بيكون يعني مدرك بكل كبيره وصغيره في المنتخب. احنا مش متعذرين على الراجل، احنا متعذرين بس على التوقيت بالظبط، التوقيت هيقدر يشتغل في الوقت ده، المساعدين والسبورت اللي معاه هيقدروا يشتغل معاه بشكل كويس، ينقل له كل صغيره وكبيره، هيبقى فيه ثقه في الفتره دي يقدر ياخد منهم بشكل كويس. فده كله اللي احنا نتمناه طبعا الفتره اللي جايه. انت عارف كارلوس كيروش كان ماسك في اسبانيا ريال مدريد في اسبانيا،
وكسب اسبانيول 2-1. مين اللي كان ماسك اسبانيول في الوقت ده؟ كان كليمنتي. كليمنتي ده اللي هو المدير الفني للمنتخب الليبي دلوقتي اللي انت هتلاعبه الماتش الجاي. فكارلوس كيروش كان كسب كليمنتي قبل كده في الدوري الاسباني، بس ده من 20 سنه ولا من 21 سنه بسيطه، فكان او 2003 اعتقد الكلام ده. فعنده خبره جيده مع كليمنتي نفسه اللي هو المدير الفني لليبيا. هل ده يفرق ولا لا؟ اكيد هو عارف الشغل بتاعه ازاي. انت خلي بالك برضك كل مدير فني وليه الاستراتيجيه بتاعته واللعيبه والادوات اللي بيختار عليها. يعني مثلا مانويل جوزيه كان ليه بيشتغل ثلاثه القدامانيين دول بخط واحد اللي هم راس حربه اللي هو الوهمي اللي موجود، والثلاثه اللي هو كان هم اللي بيخشوا هم اللي بيعملوا الشغل كله، فهيبقى عارف الشكل بتاعه وهيبقى حافظ الشكل بتاعه. بس انت خلي بالك الفتره بعيده جدا، فالتطور الدنيا اتطور بشكل كبير، فممكن يكون في اختلافات في حاجه معينه. طبعا ممكن الراجل في اول يعني من هنا لسنه يعني من سنه الدنيا بتختلف، فدي مسافه كبيره جدا، فممكن يبقى الشكل هيختلف شويه. بس دي طبعا السمات والشخصيه بتبقى موجوده، فهو الراجل هيبقى عارف يتعامل ازاي. بس احنا بنتكلم اللي هو الادوات اللي معاه دلوقتي ايه. الادوات الموجوده هتقدر تسمح له يشتغل يطبق الفكر بتاعه اللي هو موجود عليه. انت عندك مجموعه جيده جدا من اللعيبه. انا معاك، بس هو انت بقى المفروض انه كمدير فني، وانت تقول لي انت افضل مني ان تقول الكلام ده، المدير الفني بيضع فكرته بناء على اللي في دماغه ولا بناء على اللعيبه اللي معاه؟ لا على الاثنين. اللي انا في دماغي الخطه بتاعته واللعيبه مش قدرت تنفذها لي، هقدر اعمل شكل اشوف البديل. اما لو انا في دماغي اللعيبه مش نفس الشكل اللي انا محتاجه او اللي انا مش هتقدر تادي لي، هقدر اعمل حاجه بديله تقرب الاثنين مع بعض. بس وفي مدرسه ثانيه هتقول لك لا انا هشتغل بالسيستم بتاعي وهم هيتاقلموا ويشتغلوا زي ما انا عايزه. هو كارلوس كيروش من السيستم ده اللي هو بيضع خطته، لان احنا الحقيقه يعني لما تم الاعلان عن كارلوس كيروش عشان كده احنا درسنا الموضوع، يعني فريق الاعداد درسنا الموضوع مع بعض علشان نقدر نتكلم عن كارلوس كيروش طبعا لجمهور النادي الاهلي. فهو بيأمن دفاع كويس جدا ومش مندفع، وفي الغالب بيلعب 4-2-3-1 وهي الاقرب، ما عندوش اندفاع كبير، ما عنده تأمين جيد لخط الدفاع، فده اعتقد يتناسب مع شكل منتخب مصر حتى مع كوبر. وخلي بالك انا كنت اقول لك هو قريب من كوبر، هو بيعمل توازن بين الخط من الدفاع للهجوم. وعنده يعني شفت منه حاجات شويه اللي هو عنده فئات اقرب وقت من السرعه او من الوقت اللي بيقدر يعمل ميس باص بيوصل لاطراف الملعب بشكل كبير. هو من مدرسه اللي هو على اطراف الملعب اللي هم عنده الوينجين بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا. اوفرات ولا قطع الجوه؟ لا قطع الجوه، يعني نفس طريقه صلاح، او هو قريب من كوبر شويه. خلي بالك هي النقطه اللي هو قريب من كوبر شويه، بيعتمد على الشكل اللي هو عنده السرعات، لازم الطرفين الملعب يكون سرعه جدا، بيشتغل عليه بشكل كبير. الحقيقه قعدنا ندور على مين الوكيل بتاعه، يعني في بعض الاخبار بتقول ان رامي عباس هو الوكيل بتاعه، ولكن بعض الاخبار على السوشيال ميديا يعني بتقول كده، ولكن ان عرفنا يعني ان رامي عباس مش هو وكيل كارلوس كيروش، وبالتالي الكلام اللي بيتقال ان انت عارف طلع قال لك ان صلاح هو اللي اقنع اتحاد كره القدم بوجود كارلوس كيروش هذه الفتره. لا طبعا انت بتتكلم محمد صلاح نجم كبير وحاجه كبيره جدا، خلي بالك كلاعب مصنف او لعيب رمز موجود دلوقتي، فطبيعي انا شايف شخصيه صلاح او صلاح بعيد عن الحته دي خالص. بس انت بتتكلم دلوقتي في الميديا او في السوشيال ميديا في من رغم كره هبد شويه، فيقول لك ايه انت فاهم ازاي اللي هو عايز يخلي الموضوع يتشاف بتاعته او القرايه بتاعته في سخونيه شويه، اللي هو الموضوع يعني عايز يتقلب بشكل كبير، فمثلا لازم يحط صلاح نجم كبير. فلما يحط صلاح الموضوع هينتشر بشكل اكبر. انا شايف صلاح ما اتدخلش في حاجه خالص، يعني محمد لا صلاح لا لا مش محتاج، راجل بروفيشنال، راجل عايش ازاي وعايش حياته كلها ازاي وبيشتغل ازاي وعنده شغله ازاي، ايه اللي هيدخله في الحاجات الاداريه اللي هي بعيد عن اي حاجه، اختار مين وما اختارش مين؟ ما طبعا وجع دماغي يعني حاجه بنتكلم، هي النقطه. عارف ان كارلوس كيروش وفنجاده تحديدا، عشان كده بقول لك احنا عرفنا النهارده ان فنجاده كان له دور اكبر دور في وجود كارلوس كيروش خلال الفتره اللي جايه. فنجاده وكارلوس كيروش بيشتغلوا مع بعض من الثمانينات، ودي حاجه خلي بالك دي حاجه مميزه جدا لسبب، فاهمين بعض كويس جدا، هيقدر يخلي فينجادا بيعمل هو الراجل المدير الفني لاتحاد الكره المصري دلوقتي، هيحط له الشكل او الاستراتيجيه اللي هم يمشوا عليها لمده الثلاث سنين او الاربع سنين الموجودين فيها، فهتلاقي الموضوع مختلف. هي غير مثلا لو جينا نتكلم على الراجل المصري هيبقى في فرق لغه وفرق شكل تاني ودماغ غير الدماغ، فانت فاهم ازاي؟ فالراجل تحت هو موجود يشتغل معاه قبل كده، فعارف هو هيشتغل السيستم بتاعه ازاي، هيقدر يعمل له مسابقات ازاي، يعمل له الاحتكاكات الفتره الجايه المنتخبات تشتغل ازاي، فده كله هتبقى حاجه مميزه لمنتخب مصر. نتمنى ان شاء الله اللي هو اللي يكون في تعاون بينهم هما الاثنين يقدروا يعملوا حاجه كويسه للكره المصريه. طبعا عندك بعض اللاعبين اللي موجودين او لعيبه منتخب مصر اللي هو تم اختيارهم الفتره اللي فاتت، من وجهه نظرك هل يستطيع كارلوس كيروش مع هذا الجيل من اللاعبين ان هو يصل
لكاس العالم وناخد بطوله افريقيا ولا لا؟ دي صوره قديمه جدا من الثمانينات او من السبعينات، ما بين نهايه الثمانينات، ما بين كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني و نيلو فنجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم، وكانوا بيشتغلوا مع بعض في منتخب الشباب للبرتغال وخدوا كاس العالم في نهايه الثمانينات. نتمنى من 89 نتمنى طبعا نتمنى. بس انت خلي بالك النقطه اللي بتتكلم فيها، لا احنا دلوقتي الدنيا مختلفه، منتخب مصر منتخب كبير، منتخب مصنف، خلي بالك انت بطل افريقيا طبعا. فاحنا بنتكلم تاني حاجه، انت عندك الفتره دي كانت بتفقدها في الفترات اللي قبل كده، اللي انت عندك لعيبه عالمي، عندك واحد زي محمد صلاح رمز كبير جدا، بيعمل ضغط كبير جدا على الفرق المنتخبات اللي بتلعب قدامك، عندك لعيبه محترفه على اعلى مستوى، تريزيجيه ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع يبقى شكله كويس جدا، عندك حجازي ابتدى ياخد الفورمات وبقى عالي جدا، وبقى لعيب واخد لسه واخد استفتاء اللي هو بتاع الاتحاد الاسيوي اللي هو كان موجود فيه في السعوديه، واخد اعلى حاجه، اعلى اصوات موجوده. فعندك لعيبه مميزه جدا، عندك النني، عندك لعيبه كلها بقت تلعب في احسن انديه في العالم دلوقتي، بقى نكون مثلا خد بالك برضو اصل كارلوس كيروش يعني لعب مع او درب لعيبه كبار جدا، من اول لويس فيجو في ريال مدريد، رونالدو، زيدان، بيكم، راؤول، هلجيرا، سولاري، اسماء كبيره جدا، لعيبه مانشستر يونايتد كلهم في الجيل الذهبي بتاعهم، منتخب البرتغال في 2010. فدرب لاعبين كبار جدا 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 يعني. ده دي ميزه خلي بالك اسلام، اللي هو بيجيد التعامل مع النجوم. انت خلي بالك هيكون مقنع، انا قصدي اقول لك ان هو هيكون مقنع للمحترفين بتوع او للمحترفين وتاني الاسماء اللي حضرتك بتتكلم عنها. وتاني حاجه هو هيبقى بيجيد التعامل، اللي هو مثلا لما يكون عندك مدير فني بيجيد التعامل مثلا مع صلاح وبيعرف يشتغل معاه ازاي، مفيش حد بيخترق الفتره اللي هو بيعملها او اللعيبه بيكون عازلهم ازاي، ولا حد يطلع يتصور ولا الكلام ده كله، بيجيد التعامل ويعرف يدي اللعيب حجمه الطبيعي، فدي بتفرق كتير جدا. فدي غير ما تجيب مدير فني صدامي او عايز ياخد الشو او عايز ياخد لقطه على حد معين، فدي انت جايب حد ممكن بيجيد كتير، اتعامل مع شخصيات كبيره جدا، فهيسهل لك الموضوع بشكل كبير جدا. رونالدو شبهك رونالدو يعني بعد ما تخن. لا مش نار، كاسيميرو انا. انت كاسيميرو. لا هو رونالدو لما تخن مش لما كان كده. رونالدو الظاهره البرازيلي يعني. برضو كان معانا الاستاذ علي الزين من شويه واتكلم على ان هو رجل تربوي خارج الملعب. بما انه يعني استاذ اكاديمي طبعا، بدل اكاديمي وبيجمع بين الحته التربويه والحته اللي هي العمليه والحته الفنيه، يعني الاثنين مع بعض، فدي حاجه مميزه، فدي حاجه مميزه نتمنى طبعا على ارض الواقع. وزي ما اقول لك مش هنحكم على الراجل الا لما نشوف اداءه بتاعه والشكل بتاعه بيتغير، انت هيبان. خلي بالك الفتره اللي فاتت معلش كابتن حسام كنا مدينه كله عذر، بس انت ما كانش ليك شكل ولا ليك هويه، ما كانش ليك المنتخب حتى كل الناس كلها بتتكلم على الشكل، يعني اكسب بس على الاقل يبقى عندك شكل، او انت كنت بتصمم. كنا لسه بنتكلم على كوبر وبنتيكت كوبر، بس كوبر كان عنده شكل اللي هو السيستم الدفاعي، وبقدر اجيب هدف وبقدر اجيب جون، فالراجل ليه شكل. احنا بنتكلم بس الناس زعلانه او الشعب كله زعلان عشان الشكل بتاعك، الهويه بتاعتك مش موجوده، اللي هو اللعب كويس، بتقدر اللعيبه بتبقى متحرره. انت بتيجي الماتش اللي فات اخر ربع ساعه انت الموضوع كان كبير جدا، لولا الشناوي الحمد لله كان الموضوع هيختلف. فاحنا بنتكلم اللي احنا عايزين شكل وهويه، وبنشوف على الارض الواقع. انت دلوقتي لما تنظم وتشغل بشكل او السيستم بتاعك اكيد هيبان. فلما نشوف، مش عايزين نتسرع ونشوف، بس الفتره دي صعبه جدا. انا مشفق على الراجل، الفتره صعبه جدا، لازم يقدر يشتغل ليل نهار، والجهاز اللي معاه لا قصدي ينيله كله كبيره وصغيره. يعني اللي احنا عرفناه ان هو هيجي اخر الاسبوع اللي جاي، وبالتالي اعتقد يعني برضه هيبقى اسبوع تاني راح، فهتبقى مشكله. اما دي الصعوبه اللي انا بتكلم فيها، اللي هي الوقت عندك صعب جدا، هيجي الاسبوع الجاي ولسه هيقعد شويه ولسه عقبال ما يشوف، ومفيش متوش ولا في اي حاجه، هيتفرج على اللي هم بعتوا له مثلا سيديهات دلوقتي عشان يكسبوا الوقت، او ما اعرفش يشتغل ولا لا، فلازم هيشوف اللعيبه لا في اخبار ان يعني هو اكيد اتفرج برضو وعارف، لانه خلي بالك هو كان مقيم في موزمبيق، هو اساسا جنسيته او يعني معاه جنسيه موزمبيق وجنسيه البرتغال لانه من مواليد موزمبيق، فهو قاعد عنده بيت في موزمبيق وعنده بيت في جنوب افريقيا، فعارف كويس قوي اسم مصر. يعني احنا مش مخالفين، هو احنا بنتكلم على الشكل واللعيبه والادوات اللي هيشتغل بيها. هو لازم مثلا يجيب مثلا يشوف صلاح في الحته دي، هو مقتنع يحط صلاح في الحته دي، او يحط الناحيه الثانيه، او يحط تحت رقم 10، هو ده كل الشغل بتاعه. يعني انت لازم مثلا، هو ممكن مدرسه اعتمد مثلا على ناحيه الشمال على حد ثاني، ممكن اعتمد على ناحيه اليمين على حد ثاني، ممكن اثنين المساكين ببتدي اشتغل الكره من تحت، ممكن حد ثاني بيحب يطلعها طويله على الناحيه على جنب الجناب، فده كله شكل، كل واحد ليه الشغل بتاعه. فدي كلها مدارس. اقدر اشتغل بعد ما افقد الكره، اشتغل ازاي، ارتد ازاي، هلعب زون من نص ملعب ازاي. فدي كلها بترجع للمدير الفني او شخصيه المدير الفني او السمات بتاع المدير الفني.
اللي يعرفك مدير فني شاطر من مدير فني تاني عادي جدا. نيجي نتكلم مثلا على جارديولا مثلا لما كان ماسك برشلونه، شفت الشكل بتاعه اللي هو التيك توك والحاجات اللي بيلعب باللعب القصير، هو اللي عمل الشكل دوت. لما انت خدته وديته بايرن ميونخ عمل كده برضه، بايرن ميونخ يبقى ده ايه؟ دي شخصيه الراجل وشكل الراجل. بايرن ميونخ احنا بنتكلم على العنصر او المدرسه الالمانيه قويه جدا، سريعه، سرعه، غير طريقه اللعب، المكنات، احنا الناس بنسميها المكنات اللي هم حافظين شغالين. لما تطور اللعبه وتحط لهم الشكل الجمالي او اللعب الصغير الدنيا بتختلف. فده اللي بنتكلم عليه، شغل المدير الفني او اللي بيبان على ارض الواقع. لو انت اشتغلت بشغل بتاعك هيبان على ارض الواقع طبعا. طيب علاقه نيلو فنجادة بكارلوس كيروش ممكن تكون مؤثره بناحيه ايجابيه، بمعنى ان هو يعني اكيد هيقول له ايه اللي بيحصل، وفنجادة متابع كويس جدا. اكيد طبعا هو اللي يقول له، وده بالعكس ده ممكن هو اللي يكون هو كان مرشح له يجي. لا ده هو ده 100%. طب خلاص، ما هي النقطه كده، يبقى هو راجل عايز ينجحه، يعني عايز ينجحه وعايز يبقى موجود معاه. فدي النقطه اللي احنا بنتكلم، اللي هو نتمنى ان هو التعاون معاه يثمر في مصلحه مصر، او يخلي الفتره ديت الناس مبسوطه، او شكل المنتخب يرجعه صورته زي ما كان ايام كابتن حسن شحاته. هل انت تفتكر ان هو قادر ان هو يعمل كده؟ بمعنى انت عندك ماتش ليبيا، هل هيلحق؟ ما اعرفش، انت برضه عامل الوقت، طلعنا بره عامل الوقت، لكن لا هو هيبقى صعب جدا وعنصر الوقت. بس احنا نتمنى ان احنا نطلع باي نتيجه من ماتش ليبيا اللي انت تصدر المجموعه. انت اهم حاجه تكسب الماتش ده باي طريقه، 9 12 الماتشين ده في تكسب يعني ماتشين بسرعه جدا، لازم تكسبهم عشان تبقى انت متصدر، وبعد كده عندك وقت تقدر، هيديك ثقه كمان. لا ما عندكش وقت، يا شهر برضه بعديه، شهر على الاقل. بص يا اسلام، كل ما اتاخر شهر شهرين، لو خدت مثلا اسبوع زياده انت كسبان. الراجل بيقدر يشوف، خلي بالك الفتره الجايه الدوريات هتشتغل كلها، اللي شغاله هيبقى شكل اكتر. تخيل بقى كل دوري العالم دلوقتي داخلين في الموسم الثالث، يعني الاسبوع الثالث او الرابع، او اللي دخل في ناس دخلت في الخامس. فكل راجل هيبقى ملم بشكل كله بشكل كبير او صغير، هيشوف اللعيبه على طبيعه. الدوري المصري هيبتدي يتحط له المواعيد بتاعته، فهيقدر يشوف المساحه هتبقى اكبر. خلي بالك سيديهات غير ارض الواقع، ممكن الراجل شايف مثلا في الملعب، شايف اللعيب ده بيجري ازاي، بيتحرك ازاي، السي دي ممكن يطلعه بشكل مختلف. فهو الراجل لما يشوف الحاجات دي كلها هتفرق معاه. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق. احنا حاولنا ان احنا نقول كل الكلام عن المنتخب الوطني المصري وعن كارلوس كيروش، لكن عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم شويه عن النادي الاهلي بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ابو مسلم، مباراه السوبر المحلي أو الموسم السنة دي هيبدأ بمباراة السوبر المحلي ما بين النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش، شايف المباراة دي إزاي؟ في ظل إن نادي طلائع الجيش من الأندية اللي أفقدت الدوري، أفقدت النادي الأهلي نقطتين في الدوري العام. لا هو أكيد ماتش صعب جدا، أكيد بنتكلم فيه، بس النادي الأهلي قادر على التتويج باللقب طبعا، مع احترامنا لنادي طلائع الجيش، نادي طلائع الجيش نادي مميز وكل حاجة، بس الدوافع والقوة أكيد عند لعيبة النادي الأهلي موجودة عشان تبتدي موسم جديد. عايز تعوض الفتره اللي فاتت اللي هي بتاعت خساره الدوري، ودي ده عادي بنقول وارد في كره القدم، اللي انت واخد البطولات كلها، واخد ثلاث العالم، واخد بطوله افريقيا، واخد الحاجات دي كلها، فوصلت لحاجه اسمها التوب فورم، فخلاص فطبيعي. والاجهاد الفتره دي بيأثر عليك طبعا، والخصم بتاعك كان مريح الفتره اللي فاتت، انت بتشتغل بطوله افريقيا والخصم بتاعك كان قاعد مريح، ما عندوش مشترك في اي بطوله، فده اجهاد بيعمل طبيعي اللي بيحصل لو موجود في كره القدم، وانا شايف ان ده معدل طبيعي. النادي الاهلي بنتكلم، النادي الاهلي اكيد قادر على الفتره ديت، ان شاء الله يجيب بطوله افريقيا بشكل، بطوله قصدي السوبر، باللعيبه الموجوده، وشايف التدعيمات بتاعت النادي الاهلي بشكل مميز. لسه كنت هسالك عن تدعيمات بيرسيتاو، لويس ميكيسوني، بقيه اللاعبين كريم فؤاد وحسام حسن، حتى عمار حمدي واحمد عبد القادر. سبع صفقات، انا هعتبرهم سبع صفقات جم النادي الاهلي، اعتقد هيبقى لهم دور مؤثر يا ابو مسلم. اكيد طبعا، وخلي بالك السنه دي برضك لو جينا نتكلم على او الشكل او السيستم بتاع النادي الاهلي او التارجت اللي هو حاطه، اللي انت بتتكلم ان النادي الاهلي الفتره دي اكتر واحد نفع في النادي الاهلي في الفترات بتاع الاعارات اكرم توفيق، لو جينا نتكلم عليه، والنادي الاهلي استفاد منه لما شريف، رجعه محمد شريف، واحمد شريف، واحمد محمد شريف، محمد شريف، وعندك قصدي ايه، محمد شريف للنادي انبي، وعندك احمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان في تركيا في الجونه، واحمد عبد القادر زي ما بنتكلم فيه. فدي ميزه كبيره جدا، انت بتطلع اللعيبه بتاعتك تستفاد وتاخد خبرات لما ترجع لك، بلغه الكوره بنتكلم اللي هو استوى بلغه الكوره. فانا شايف احمد قادر لعيب قوي جدا، لعيب مميز جدا. ناصر ماهر نفس الكلام، لو جينا نتكلم عليه النادي الاهلي دعم بشكل كبير جدا، وعمار طبعا لو جينا نتكلم دعم بشكل كبير جدا، كان عندك مثلا يعني حته الباك رايت كان فيها مثلا مشكله شويه او مش مميزه، هاني كان اصاباته كان فتره فاتت نوعا ما حصل كتير، اكرم توفيق كان ماشي بشكل هايل في الحته دي، فانت لما تجيب تجيب لهم كريم فؤاد مميز، فالثلاثه يكون عندك منافسه قويه جدا ايام زي ما كنا بنلعب، كان احنا كنا بنشوف الثلاثه باك رايت الثلاثه باك ليفت، فدي حاجه ميزه كبيره جدا خصوصا الباكات كمان اللي على الاطراف يا ابو مسلم، وانت كنت احد نجوم النادي الاهلي في فتره مهمه جدا في فتراته،
الباكات تحديدا بيجي لهم اصابات كده عشان بيجري 100 متر وبيرجع 100 متر. خلي بالك بشكل كبير جدا يا اسلام، خلي بالك اي حد لعب في النادي الاهلي او موجود في النادي الاهلي انت بتلعب بتهاجم من 90 دقيقه، فانت لازم تكون انت على الخط رايح جاي على طول، ولازم تكون انت مجهز بشكل كبير جدا، وتاني حاجه يكون عندك من الخبرات اللي انت تقدر تشتغل ازاي واطلع ازاي واقدر اعمل كوز باص امتى واقدر نفس الكلام بيشتغل على معلول. لو جينا نتكلم على الشكل علي معلول الفتره اللي فاتت اكيد في بعد الاصابه في ضرب شويه، ده طبيعي جدا، خمس شهور اربع شهور طبعا. جينا نتكلم التدعيمات كان مميز جدا، النادي الاهلي موجوده، اكيد برضك جيت تحط برضك راس حربه بشكل كبير، اللي انت جبت مثلا حسام حسن من سموحه لعيب مميز الفترة اللي فاتت، كمان لما راح مثلا الدوري الليبي قدر يستفاد واديته خبرات اللي هو يرجع يبقى مميز، فلعيب مميز بيقدر جوه الصندوق بيجيب بشكل بيحرز اهداف بشكل متنوع، بيجيب بدماغه وبرجله، لعيب مميز جدا، جاب كمية اهداف مع نادي سموحة بشكل كبير جدا في ظل نادي سموحة باحترام نادي سموحة، نادي سموحة يعني نادي سموحة مش بيهاجم 90 دقيقة، نادي سموحة برضك بيشتغل بشكل مميز، ولما تجيب كمية الاهداف دي في نادي سموحة لما تلعب مع النادي الاهلي الدنيا هتختلف تماما. فده اللي بنتكلم عليه، لعيب مميز جدا، بالذات خلي بالك يا اسلام برضك الاثر مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بشكل نوعا ما اصابه محمد شريف. محمد شريف جت فتره من ضمن فترات هو كان نمره واحد وقوي جدا في الحته ديت، فكان بيجيب لك 21 هدف. كان هو هداف الدوري. احنا بنتكلم لما كان حصل اصابه، وده طبيعي اللي انت بتلعب كل ثلاث ايام ماتش، فطبيعي جدا على النادي الاهلي لسه جايب بطوله افريقيا وكان في لعيبه راحت الاولمبياد، فطبيعي جدا ان المشاكل هتبان لك. فنتكلم لما تصاب محمد شريف كان عندك مشكله نوعا ما فيها خلل شويه، اللي هو مثلا كان راجل مثلا الموسيماني كان بيقدر يدي عايز يدي مروان محسن شويه، ووتر بولي لما ابتدى ياخد واحده واحده ابتدى يخش بشكل كويس، وبعد كده الضغوط اللي عليه كانت طبعا الفتره اللي فاتت اللي احنا عايزين نكسب الدوري والماتشات كانت صعبه جدا، فدي كانت الحته دي كانت عايزاها الدومينيه دي بالذات كان عندك فيها او راس حربه بالذات كان عندك فيها لازم تدعم بشكل اقوى من كده. في راس حرب طبعا ما انت يعني حسام حسن اضافه قويه جدا النادي الاهلي، وشايف الراجل اللي ابتدى يشتغل في الاماكن اللي هي كان فيها نوعا ما يعني فيها اماكن خلل سنه بسيطه او حاجه فيها حاجات يعني بسيطه يعني الاجنحه انت كنت دايما بتعتمد على حسين وعلى طاهر وعلى كهربا وعلى دلوقتي هنشوف موقف اجايه وغالبا بكره كل حاجه هتبان. برضو عشان اقول لحضراتكم ان قبل مباراه السوبر المحلي ان شاء الله هيكون في اربعه ايام معسكر للنادي الاهلي في برج العرب، لان المباراه ستقام في استاد الجيش ببرج العرب. اربعه ايام قبل المباراه هيكون معسكر مغلق للاعبين، وخلال الفتره القادمه بكل اللاعبين زي ما حضراتكم شفتوا في ثلاث لاعبين هيكونوا محطوطين على قائمه الانتظار، اعتقد بكره او بعده هيبان او هيعلن النادي الاهلي بكرة عن اللاعبين. نعم بكره اخر حاجه صح، بكره اخر يوم، فبكره سيتم الاعلان عن مين اللاعبين اللي هيكونوا على قائمه الانتظار، هل مين اللي هيكون موجود ده خلينا طبعا هنستنى لغايه بكره عشان نقول لحضراتكم مين المجموعه اللي هتكون موجوده. برضو ابو مسلم اعتقد ان النادي الاهلي بدايه المباريات مع طلع الجيش وبعدين يكمل مباريات الكاس هو ده انسب حل لغايه لما تصل الى بدايه الدوري في 25 اكتوبر. اكيد طبعا ده حل مميز جدا. تاني حاجه بتقدر تعمل الانسجام بالناس اللي داخله جديده اللي موجوده او الشكل الجديد اللي هو حسام او كريم فؤاد او روبرتو سيتاو المكسيكوني او الاثنين الموجودين طبعا تقدر يشتغل يقدروا يشتغلوا زي ما شفتك سمعت برك هو حلق شعره لا ده بيرسيتاو اللي حلق شعره عشان ما حدش يقول بدلنا ولا حاجه ده حلق شعره يقول لك اختلف تماما والناس خد بالي هو ده مين وجابه يا عم ما جبناش حد هو بس حلق خدوا الفتره اللي فاتت عشان فرقه كتير بيبدلوا اللعيبه فرقه فلا بنتكلم هو تعمل تجانس طبعا ودي حاجه مميزه جدا ان انت داخل الموسم الجديد او العالم كله بيشتغل كده اللي انت قبل الدوري بيعملوا الكاس اللي هي ماتشات الكاس عشان ماتشات تحضيريه وزي ما بنتكلم عشان لما يخش الدوري العام يبقى الدنيا مختلفه تماما او الشكل العام الراجل استقر عليه بنسبه 90%. هي المشكله برضو في ماتشات الكاس ان ماتشات الكاس النهائي لو انا هتكلم عن النادي الاهلي لو الاهلي وصل للمباراه النهائيه هيبقى يوم 19 أيوه. وعنده بطوله دوري ابطال افريقيا دور ال 32 المباراه الاولى يا 14 يا 15 يا سوري يا 15 يا 16 يا 17 أيوه. طيب النادي الاهلي لو اختار يوم 17 لازم يتأجل الماتش طبعا. ما انا عشان كده عايز اقول لك برضك برضه حاجه يعني طب ما ده كان من الاول يا جماعه ما تعمل الماتش يوم 21 مثلا او يوم 20 او ما انا عايز اقول لك حاجه برضه كويس انت طلعت النقطه دي برافو عليك انت انا كنت نفسي اتكلم في النقطه دي من زمان. اتفضل. هو ليه احنا ما بنستعينش بناس بيحطوا الاجنده او يحطوا الفتره اللي جايه كلها التواريخ ايه بالظبط ونشتغل ده ما الناس كلها شغاله. ليه ما انا ما اشتغلش ليه بشتغل مثلا بالقطع ان انا اشتغل مثلا الشهر الجاي هحط كذا وبعد كده ناجل كل حاجه واضحه وخلي بالك ممكن ان شويه الماتش الجاي الخصم بتاعك يشتغل يقول لك اشمعنى بتاجل هنا النادي الاهلي ما بتاجليش بالظبط فهتخش في موضوع بلبله واحتقان بين الاثنين. ليه انا ما احطش المواعيد من بدري؟
لو حالة الاهلي للنادي الاهلي عدى وصل قبل النهائي يحصل كذا، النهائي كاس مصر يحصل كذا، يبقى كل حاجه واضحه. ده معمول، ما هو قال كده، قال لك انا هلعب الماتش يوم 19 بس مفيش وقت نهائي الكاس، لو الاهلي وصل للنهائي ان شاء الله هيبقى الاهلي لو 15 16 17، طب النادي الاهلي اختار 17 هتعمل هيلعب بعدها بيومين ماتش؟ ما دي مشكله زي ما احنا بنتكلم فيها، ما دي اللي بقول لك عليها، لازم الاول يبقى في اللي حاطط التواريخ او حاطط الاجندات دي كلها لازم يكون عنده ليه نستعين. خلي بالك انت برضو لو بصيت على يوم 15 انت عندك ماتش ليبيا 9 والماتش الثاني يوم 12 يعني طيب يعني هتلعب الماتش الثاني يوم 12 هترجع يوم 13 لو انت اخترت يوم 15 عشان تبعد عن يوم 19 ومعظم لاعيبه النادي الاهلي موجودين 10 لاعبين من النادي الاهلي مصر. موجودين في منتخب عندك مصر عندك الكميه الاكبر في الفرق كلها وده غالبا اللي هيحصل الفتره اللي جايه طبيعي. طيب اللعيبه دي هتبقى جايه يوم 13 مثلا 14 و15 14 وعنده ماتش قبل نهائي او سوري دور ال 32 ولو الاهلي ان شاء الله وصل للدور النهائي عنده بعدها بثلاث اربع ايام ماتش نهائي كاس ايوه ما دي مشكله ما يعني بتكلم. كله ورا بعضه برضه عشان كده بقول لك السنه دي العنصر والاجهاد النادي الاهلي اللي كان مؤثر علينا الفتره اللي فاتت الاجهاد رجعنا نتكلم الناس اللي بتفهم يعني اللي بتفهم كوره او بتحلل كره قدم بشكل مميز وعاشت بره وعارفه الموضوع ايه اكتر حاجه للاعيب الكوره او اسوء حاجه في حياه لعيبه الكوره الاجهاد انت خلي بالك بره اوروبا كلها بتتكلم في اوروبا او بسافر فرنسا بيتكلم فيها اي مدير فني يقول لك 90% من نجاحي الاستشفاء هو الراحه بتاعت اللعيب بتاعته بيشتغل ازاي او الريكفري بتاع اللعيبه رجعه ازاي بشغله ازاي واقدر اريحه امتى واقدر ادخله الساونا والتدليك والحاجات دي كلها والراحه بتاعته ازاي احنا بقالنا سنتين او ثلاث سنين لعيبه النادي الاهلي مطحنه يعني شغالين في كل رغم ان النادي الاهلي عامل كل التجهيزات للموضوع الريكفري ده في الاوض جوه انت طبعا رحت وشفت الدنيا عامله ازاي جوه يعني حاجه طبعا أوروبية. بس انت بتتكلم انت كل ثلاث ايام هتلعب ماتش هنا وتروح تسافر ماتش هنا وتروح تسافر اسكندريه ما ده كله الاتوبيسات ورجليه توجعه ويفضل قاعد قبل كده طيارات بقى في بطوله افريقيه فازاي بقى فاحنا بنتكلم نقطه فدي ما بتحصلش خالص في اوروبا عارف لاعب هيطلع يم كذا هيسافر كذا هيروح كذا فاحنا بنتكلم لازم العنصر يخلوا اللعيب الموجود يقدر يشتغل بشكل كويس وده كله خلي بالك الاسوء بيجي على منتخب مصر في الاخر ما انت لعبت ده اللي احنا شفناه في واللي انت شايف في الماتشين الاخر ما تجيش حتى لو جبته مثلا جبنا مدير فني نازل من السماء الموضوع مختلف انت بنتكلم الراجل الادوات اللي عنده مجهده الادوات مجهده اللعيبه خلاص وصلت لفتره معينه مش قادره تشيل رجليها وده اللي حصل اخر ربع ساعه في الماتش بتاع الماتش اللي فات صعب جدا اي يعني ربنا استرها محمد شناوي كان فايق وكان مميز وكان شايل منتخب مصر كان الموضوع مختلف كان الموضوع اختلف عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي طبعا ولمنتخبنا الوطني اخيرا يا ابو مسلم يعني شرفتني ونورتني وانا سعيد جدا بوجودك معانا النهارده ودايما الحقيقه بنستفاد بوجودك كلامك المحترم الجميل وكلامك الفني الرائع الحقيقه اللي بتشتغل بيه انا بشكرك طبعا يا اسلام وبشكر النادي الاهلي بيتي طبعا وكان وحشني جدا ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ومعودنا على البطولات ان شاء الله يبقى موسم مميز على النادي الاهلي طبعا يا رب اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله مع النجم الكبير كابتن ربيع ياسين وتقدروا تصعدوا ان شاء الله في الموسم القادم وانا عارف ان الكابتن ربيع ياسين يقدر يعمل كده وتقدروا تصعدوا ان شاء الله بفريق بتروجيت مره ثانيه للدوري الممتاز ان شاء الله بشكرك جدا ربنا يخليك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم زي ما حضراتكم شفتوا النهارده نهايه الاسبوع بالنسبه للبيت الكبير ان شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقات جديده من البيت الكبير اشكركم واشوفكم يوم الاحد